قبل ما اشوف توقعات جمهور الاهلي على السوشيال ميديا، خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا مع فنان اهلاوي كبير ومن الناس اللي انا في الحقيقه بحبهم وبحب اتابعهم جدا، واكتر واحد بيضحكني في الدنيا طبعا الفنان احمد فهمي. يا استاذ احمد مساء الخير عليك. يا حبيبي يا امير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الدنيا لطيفه الحمد لله. كله تمام زي الفل. منورنا ومنور شاشه قناه الاهلي. يا باشا شرف ليا ان انا اكون معاك واكون على شاشه قناه النادي الاهلي حتى لو كنت داخل. اهلا بيك اهلا بيك. طبعا عايزين نتكلم معاك عن المباراه دي، وانا عارف ان انت الكوره بالنسبه لك حاجه مهمه وطبعا الاهم كمان النادي الاهلي. بتشوف المباراه دي ازاي وتوقعاتك ليها ايه؟ انا بشوفها طبعا ماتش مش سهل خالص يعني، بس هو الفكره كلها انا بشوفها ازاي. انا شايف ان الاهلي عنده فرصه اكبر. توقعاتي انا الشخصيه او احساسي، لان هي برضه ما لهاش يعني، ما اقدرش اقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط، بس انا حاسس ان احنا هنكسب فرق جونين. انا حاسه من وجهه نظرك ومن خلال متابعتك لمباريات الاهلي بشكل دائم، يعني من العناصر اللي في النادي الاهلي اللي ممكن ترجح الكف عند الفريق؟ انا عايز اقول لك حاجه غريبه شويه. انا احساسي الشخصي او انا شايف ان الماتش ده بالذات نفسي يبتدي الكهرباء. كهرباء. ليه بقى؟ كهرباء شخصيته في الضغوط دي بيدي اكتر. تمام. الماتش بره مصر. انا شايف ان كهرباء قفل اخر نص ساعه الماتش اللي فات ولا اخر ربع ساعه للعبها بشكل كويس جدا ومعنوياته اعلى. انا شايف ان هو يبتدي، انا مش بتكلم على الجزء اللي قدامي، يمكن نص الملعب ورا محسومه بشكل كبير. انا شايف كهرباء وحسين قفشه تمام واجايب، دول اللي يبتدوا، دول اللي يرجحوا كفه الاهلي. تتوقع ان يبقى في مفاجاه مستر فايلر بكره مثلا، نلاقي باجي بيبتدي مثلا؟ لا صعبه صعب ومش صح. مش صح. انا شايف ان اجايب هو اللي يبتدي، وشايف ان رمضان ووليد يبقوا موجودين معاه. بس النهارده مستر فايلر اعلن ان رمضان خارج المباراه خلاص لعدم جاهزيه. خلاص اكيد. ولا حتى في ال 18؟ مش هيبقى في ال 18 على حسب تصريحات مستر فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي يعني. اعتقد انه يبقى كده وليد هو اللي هيكون مهم قوي موجود بره يعني. وليد سليمان شايف ان عنصر الخبرات هيرجح كفه الاهلي بشكل كبير. دايما وليد يعني، وليد الفتره الاخيره عمل كده فعلا. ويعني يمكن حتى لسه انا مش عارف مين هيبتدي، فتحي ولا هاني. يعني دي فيها ودي فيها، فاهم؟ تمام. بس يعني بقول لك دايما انت لازم يبقى في فتحي، لازم يبقى في وليد، لازم الدنيا تبقى عامله كده. بس والزمالك جاي معنوياته عاليه برضه من ماتش الترجي. بس انا متفائل جدا وحاسس الماتش هيبقى بتاعنا ان شاء الله. شايف ان فوز الزمالك على الترجي ده يديله دفعه معنويه اكبر قبل مباراه الاهلي؟ جدا جدا. وانا كنت متوقعها يعني، كنت متوقع الزمالك يفوز. يعني الزمالك بيلعب الماتشات دي كويس. انا بقول لك ماتش السوبر هيبقى اصعب بالنسبه لنا لو قابلناهم في افريقيا. يعني الزمالك بيعمل الماتش الواحد ده كويس زي ماتشات الكاس كده. حتى لما انا اتسالت قريب قلت انا حاسس ان الزمالك اسهل له ماتش الترجي اللي في السوبر الافريقي اكتر من اللي رايح جاي. الماتش اللي هيبقى في افريقيا. تمام. حتى المستشار مرتضى زعلت مني، طلع اشتمني مرتين في قناه بسبب الكلام ده يعني. بس ده كان رايي انا، ما قلتش يعني. انا اللي بقوله ان الزمالك في الماتش الواحد ده اللي هو بيتلعب على البطوله ده بيبقى خطر جدا. ايه وجهه نظرك في كده؟ طيب ايه وجهه نظرك في كده؟ السنين اللي فاتت يعني هتلاقيهم حاطين بطولات كاس كتير قوي. بيعرفوا يعملوها كويس يعني، حتى لو بيبقوا سيزون مش عاليين فيه. يعرفوا يلموا نفسهم في بطوله الكاس ويلعبوا الماتش كويس قوي. بس انا رايي بكره ان شاء الله ان الماتش بتاعنا والبطوله دي بتاعتنا باذن الله. باذن الله. في نتيجه متوقعه ولا لا؟ بقول لك ان شاء الله فرق هدفين 3-1 يبقى حاجه كده باذن الله. طيب طقوسك بقى في ايام مباراه القمه بتبقى عباره عن ايه؟ بتتفرج على الماتش فين؟ والله المفروض كنت ابقى في ابو ظبي. حتى كنت بتكلم مع محمد فضلي يعني، احنا كنت هروح على هناك. بس طلع لي تصوير وكده يعني يوم قبل ويوم بعد، فمش عارف اسافر. فبكره لا هتفرج مع اصحابي الاهلاويه، ما بحبش اتفرج مع الزمالكاويه. احب اتفرج مع الاهلاويه بس، فهنعمل لما ونقعد بقى نتفرج يعني ان شاء الله باذن الله. باذن الله ونفرح كلنا. يا استاذ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. بشكرك شكرا جزيلا الفنان الاهلاوي الكبير احمد فهمي.